الطريق التي جمعت بين الفتح الرباطي والوداد البيضاوي مساء أمس بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله برسم آخر لقاء عن دور ربع نهاية كأس العرش. الوداد تمكن من انتزاع التأهل لنصف النهاية بالضربات الترجيحية. المهدي صواب وردوان بوعرق. هذا هو المشهد الختامي لآخر قمة عن دور الربع، فرحة تعكس المعاناة التي عاشها لاعبو الوداد وهم ينتزعون تأهلا دراماتيكيا ضد حامل اللقب في مباراة تحولت رتابتها إلى تشويق في الوقت الميت. تنتظرنا جد مهمة في العصبة، لذلك طلب منا المدرب عدم الضغط منذ البداية واللعب بشكل طبيعي حتى وإن تلقينا هدفا أو طرد عنصر منا. لعبنا بشكل عادي وحصل الطرد، أمر يمكن أن يحدث لنا في أي مباراة، رغم ذلك وقعنا هدفا ثمينا. سيناريو الإثارة بدأ بهدف قاتل للفتحيين في الدقيقة 95 من رأسية للعائد إلى أحضان فريقه الأم المدافع عبد الفتاح بوخريس، هدف اعتقد معه الجميع أن الأمور حسمت في انتظار صافرة النهاية، لكن جمال السلامي حذر لاعبيه من خطورة فريق الوداد الذي حول المستحيل إلى ممكن بهدف من ذهب لمهاجم من ذهب اسمه فابريس نجيسي أونداما، هدف وضع الدولي الكونغولي في صدارة هدافي المسابقة بأربعة أهداف. التعادل الإيجابي هدف لمثله هي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي، أما الضربات الترجيحية ابتسم نادر لم يغري. الهدف اللي سجلنا في الدقيقة الأخيرة هو اللي شوية الدراري ما خلاهمش يبقاو كونسونطرين مع المقابلة، واخا هما فريق الوداد لعب بنقص عددي ولكن فريق الوداد كما تعرفوا فريق كبير، ربح بضربات الجزاء، ضربات الجزاء كما تعرفوا ضربات حظ، تنهنيو وتنتمناو له مسيرة موفقة. الوداد حامل اللقب 9 مرات سيحل ضيفا في دور النصف على المغرب الفاسي في مواجهة حارقة.